والسلام على رسول الله. نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه من شر ما خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مأوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع نعم الله علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ننجو بها من إبليس وخيله ورجله وأعوانه وجميع الإنس والجن. لا حول ولا قوة إلا بالله، نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نكف بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نذل بها من تعزز علينا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نهين بها من أهاننا من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقسم بها ظالمين من جميع خلق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول ملك الموت بنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أدخلنا قبورنا فرادى وحيدين خالين بأعمالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بها على محشرنا إذا نشرت صحفنا ورأينا ذنوبنا وخطايانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا طال في القيامة وقوفنا واشتد عطشنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك، اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نستقر بها في دار القرار مع الأبرار، عدد ما قالها وما يقولها القائلون منذ أول الدهر إلى آخره، عددا لا يحصيه إلا الله ولا يحيط به إلا علم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نثقل بها الميزان عند الجزاء إذا اشتد خوفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله،
نجوز بها الصراط مع أوليائك، ونثبت بها أقدامنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، وفرج عنا كل كرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وتراصوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.